إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس السادس، قصة مثل شعبي. نشاط واحد، نقرأ ونستنتج. بينما كان الأب يجلس أمام الحاسوب، حضرت ابنته وشاهدت ما هو مكتوب على الشاشة وقالت: من فضلك يا أبي، أريد أن أسألك عما هو مكتوب على شاشة الحاسوب. الأب: هل تستطيعين قراءة المكتوب؟ البنت: نعم. ما بحرث الأرض إلا عجولها. ما هذه الكلمات يا أبي؟ الأب: نسمي هذه الكلمات مثلا شعبيا، كلماته بسيطة ومعناه معبر، قاله أجدادنا في الحث على الاعتماد على النفس والتمسك بالأرض، وأن أصحابها الحقيقيون هم الأقدر على العمل فيها وتعميرها. البنت: شكرا يا أبي، فالأمثال الشعبية من تراثنا وهي معبرة وجميلة. أنا تعلمت المثل الشعبي الفلسطيني، جمل قصيرة توارثناها عن آبائنا وأجدادنا، نقولها في مواقف معينة، ويحمل معظمها قيما إيجابية. نشاط اثنان، نلعب ونرتب ونستنتج. الوسائل والأدوات: ورق، كرتون، مقص آمن، قلم رصاص. التنفيذ: ننقسم إلى مجموعات، نقص 5 بطاقات من الكرتون، نكتب على كل بطاقة كلمة أو عبارة من العبارات الآتية: الرفيق، ما تسأل، اسأل عن، قبل، عن الطريق، كما في الشكل 1. نرتب كل مجموعة الكلمات على السبورة لتشكل منها مثلا شعبيا معناه صحيح. نقرأ المثل الشعبي الذي رتبناه ونتناقش في معناه. أنا تعلمت: توارث الفلسطينيون أمثالا شعبية كثيرة لها دلالات ومعان مختلفة، فمنها أمثال شعبية تدل على أهمية الصديق في السفر، مثل اسأل عن الرفيق قبل أن تسأل عن الطريق، التوكل على الله، مثل الفلاح بذر حبه ويتكل على ربه، الحث على العمل، مثل الكسل ما بطعم عسل، الكرم الجود من الموجود. نشاط ثلاثة، نلاحظ ونستنتج ثم نطبق. الصورة الأولى: الحمل ثقيل. الصورة الثانية: الرجل يعاني من الثقل. الصورة الثالثة: الحمل يسقط من الرجل لأنه ثقيل. الصورة الرابعة: إذا توزع الحمل انشال. نعبر كتابيا أسفل كل رسمة. نكمل المثل الشعبي الذي ينطبق على الرسم 4: إذا توزع الحمل انشال. نبين معنى هذا المثل الشعبي، يدل على التعاون. نمثل هذا المثل باستخدام الكتب أو الدفاتر أو الحقائب. نشاط 4، نصمم رزنامة. الوسائل والأدوات: ورق كرتون، لكل مجموعة 6 ورقات، قطعة من الكرتون المقوى، لكل مجموعة لاصق، مقص آمن، صور متنوعة من التراث الفلسطيني، ملابس شعبية، أدوات، مباني قديمة، أكلات وأمثال شعبية، ثاقبة الأوراق، شبر. التنفيذ: ننقسم إلى مجموعات، نقص كل ورقة كرتون إلى نصفين لنحصل على 12 قطعة كما في الرسم 1. نكتب على ورقة الكرتون المقصوصة اسم الشهر ونلصق صورة بجانبه، وهكذا مع باقي القطع، بحيث تكون مرتبة حسب أشهر السنة كما في الرسم 2. نثقب قطع ورق الكرتون من الأعلى كما في الرسم 3. ندخل الشبر في الثقوب لنجمعها معا كما في الرسم 4. نصمم من قطعة الكرتون المقوى قاعدة كما في الرسم 5. نضع القطع على القاعدة لنشكل الرزنامة كما في الرسم 6، ونسميها رزنامة التراث الشعبي الفلسطيني. نشاط 5، نلعب.
الوسائل والأدوات طبشورة، صافرة، كرة مطاطية. التنفيذ ننقسم إلى مجموعتين، نرسم بالطبشورة مربعاً 3×3 سنتيمتر، نرسم في أحد زواياه دائرة وباقي الزوايا نرسم فيها مربعات، نعطي لكل مربع رقما من 1 إلى 3 ونكتب الرقم داخل المربع. يقف اللاعب الأول من المجموعة الثانية داخل المربع الكبير، ويقف اللاعب الأول من المجموعة الأولى داخل الدائرة ومعه الكرة كما في الرسم 1. عند سماع الصافرة يرمي اللاعب الأول من المجموعة الأولى الكرة في أي اتجاه داخل المربع الكبير، ثم يجري ليلامس المربعات الصغيرة في الزوايا ويعود إلى الدائرة كما في الرسم 2. على لاعب المجموعة الثانية محاولة الحصول على الكرة والجري بها إلى الدائرة والوقوف فيها قبل لاعب المجموعة الأولى. تسجل للاعب المجموعة الأولى النقاط التي لامسها بقدمه أثناء الجري قبل وصول لاعب المجموعة الثانية إلى الدائرة كما في الرسم 3. تستمر اللعبة بحيث يأخذ كل لاعب في المجموعة الأولى دوره في الرمي وكل لاعب في المجموعة الثانية دوره. تتبادل المجموعتان اللعب بحيث تأخذ كل مجموعة دور الأخرى. يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدد من النقاط. بعد أن تعلمت السؤال الأول، أكتب في الفراغ تعريفاً للمثل الشعبي. هو جمل قصيرة توارثناها عن آبائنا وأجدادنا نقولها في مواقف معينة ويحمل معظمها قيما إيجابية. السؤال الثاني، أذكر مثلين من الأمثال الشعبية الفلسطينية. الباب اللي بيجي منه ريح سده واستريح، اسأل عن الرفيق قبل أن تسأل عن الطريق، الجود من الموجود، الزيت عماد البيت. السؤال الثالث، أصل بين المثل الشعبي في العمود ألف على ماذا يدل في العمود ب؟ لدينا العمود ألف والعمود ب. العمود ألف، إذا توزع الحمل بنشال، يدل على التعاون. جود من الموجود، يدل على الكرم. الكسل ما بطعم عسل، يدل على حث على العمل. اسأل عن الرفيق قبل أن تسأل عن الطريق، يدل على أهمية الصديق في السفر.